وسهلا ومرحبا بكم في قسم تقنيات الأشعة في كلية التقنيات الطبية في الجامعة الإسلامية في النجف الأشرف. يتميز هذا القسم باحتوائه على مختبرات علمية مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة والتي تضاهي المختبرات في أفضل الجامعات العالمية الرصينة. هذا القسم يعتبر من الأقسام الواعدة بالمؤسسة التعليمية على مستوى العراق، يتميز باحتوائه على كوادر تدريسية ذات كفاءة علمية وأكاديمية، أغلبهم حمل الشهادات عليا ماجستير ودكتوراه ولهم بحوث منشورة توازي البحوث العالمية ضمن مستوعبات سكوبس وكلارفيت. القسم يحتوي أيضاً على مكتبة علمية ضخمة تحتوي على رصيد عالي من المصادر العلمية القيمة وتوفر بيئة مناسبة للمطالعة وأجواء دراسية علمية ممتازة. هالقسم يتميز أيضاً بتجهيزات طبية على مستوى عالي، مختبرات علمية متقدمة. إحنا ضمن الجامعة الإسلامية وضمن هالكلية التقنيات الطبية راح نخرج أولى الدفعات من الطلبة بتخصص تقنية أشعة اللي راح يردون المؤسسات التعليمية والصحية بهذا التخصص اللي يعتبر من التخصصات النادرة والواعدة مستقبلاً. الجامعة تتميز بموقع جغرافي مهم جداً تتوسط مدينة النجف الأشرف وتتميز بسهولة الوصول إليها. أيضاً الجامعة توفر مساحات خضراء واسعة وأماكن استراحة للطلبة بهدف خلق جو جامعي مناسب لطلبتنا الأعزاء. هدفنا بصورة عامة تخريج جيل جديد من الطلبة بإمكانيات علمية ممتازة قادرين على مواجهة سوق العمل بخبرات علمية وتقنية عالية. نأمل مستقبلاً أنه القسم ضمن الجامعة الإسلامية وضمن كلية التقنيات الطبية أنه نواكب ما توصل إليه البحث العلمي بتخصص تقنيات الأشعة والسونار وأهم البحوث العالمية المنشورة ضمن هالتخصص.